مجموعة من الإجراءات والمبادرات الأخرى من أجل إعطاء دينامية للمشهد الثقافي في الولاية. قررنا ابتداء هذه السنة أن يكون فيه الطبعة الأولى لملتقى الجزائر العربي للرواية، هذا إضافة إلى الارتقاء بالمهرجان المحلي للموسيقى الغناء واللباس النيلي إلى مصافي مهرجان وطني سيحمل إن شاء الله تسمية المهرجان الثقافي الوطني للثقافة والتراث النيلي، إضافة إلى ترسيم في شهر جويلية 2023 المهرجان الوطني الثقافي لعقادية الشعر الشعبي هنا بالجلفة. هذه ربما أبرز النقاط، أبرز المحاور التي نقف عليها والتي نشاطرها اليوم مع ساكنة الجلفة، ونظن أننا إن شاء الله نكون قد وفقنا في الاستجابة ولو لنسبة من مطالب النخبة المثقفة على مستوى الولاية، مع العلم أن هذه الولاية هي ولاية ثقافية بامتياز.